اهلا بيكم، انا ابراهيم صلاح، وفي الفيديو ده هنتكلم عن ماده البايوكيمستري. كمان هنعمل ريفيو لكتاب كابلان بوك ان بايوكيمستري اند ميديكال جينيتكس. في البدايه كده تعالوا ناخد نبذه عن ماده البايوكيمستري. يعني الماده دي مش الطف ماده بالنسبه لناس كتير من اللي بيذاكروا البيزك ساينس، كمان يعني ناس كتير بتعتقد ان هي ماده خاصه بصيدله ملهاش دعوه بالطب اصلا. ولكن لحسن الحظ الموضوع الى حد ما مختلف شويه في اليو اس ام ال اي، لان البايوكيمستري موجوده بالشكل اللي انا محتاجه عشان احل الكيس سيناريوز الخاصه بالامتحان، او ان انا اصلا استخدم البيزك نوليدج بتاعها عشان اشخص حالات. فدي حاجه كويسه جدا ومريحه في المذاكره. يعني اجزاء الاستراكشرز والمعادلات والحاجات ديت لحد ما مش عليها فوكس قوي بالنسبه للناس اللي بتحضر يو اس ام ال اي. طبعا عندنا كتب كتير جدا بتشرح ماده البايوكيمستري، ولكن احنا هنختار اشهر كتاب فيهم واهم كتاب يعني ان ريليشن تو الامتحان اصلا بتاع ستيب 1 يعني، وهو كابلان بوك. طبعا كابلان سيريوس موجوده في كل المواد، ولكن هنتكلم عن ماده البايوكيمستري النهارده. تعالوا نكمل الاول عن محتوى الكتاب. الكتاب عباره عن جزئين، ولكن احنا هنعمله تقسيمه مختلفه شويه. عندي دي التقسيمه بتاعتنا. الجزء الاولاني الموليكولر بيولوجي، طبعا ده بيشرح الموليكولر بيولوجي من البدايه خالص لحد ما اوصل للتكنيكس بتاعت الجينيتك بتاعت الموليكولر اناليسيس في اخر الشابتر. عندي بعد كده جزء يعني البروتين، الامينو اسيد، الانزيمز والفيتامينز، يعني حاجات كده خاصه بالنوتريشن. وبعد كده عندي الجزء الخاص بالميتابوليزم من اول الكربوهيدرات لحد البيورين والبيرميدين ميتابوليزم. ده يعتبر الجزء الاول في الكتاب. بعد كده عندي الجزء الثاني من الكتاب، وهو الميديكال جيناتكس. برضو بيشرح الميديكال جيناتكس من البدايه لحد ما ابدا اخد شويه تطبيقات على الجيناتكس الخاصه بالامراض. يعني ده بالنسبه لمحتوى الكتاب. يعني ده زي ما احنا بنقول كده الاندكس بتاع الكتاب. ولكن تعالوا نتكلم على يعني محتوى الكتاب يعني من وجهه نظر الناس اللي بتذاكر يو اس ام ال. يعني الكتاب لحد ما حجمه كبير مقارنه بالمحتوى اللي انا هاخده منه، وده لاكتر من سبب. السبب الاولاني ان بعد كل شابتر انا عندي في جزء السامري خاص بالشابتر وفي جزء اسئله. ده طبعا جزء مش بتذاكر، يعني if you have enough time بعد مذاكره الشابتر بتحله، فده برضو مكبر حجم الكتاب شويه. يعني كمان احنا اتكلمنا قبل كده عن ماده مثلا الباثولوجي او ماده الفارماكولوجي. المواد دي انا بحفظ كل كلمه فيها عشان كل كلمه فيها وارد جدا ان انا اتسال فيها في الامتحان، او ان انا احتاجها اصلا عشان اشخص حاله. يعني انا مثلا لو انا بتكلم على الام اي، والام اي ليها كلينيكال بيكتشر بشكل معين، فانا محتاج ان انا اعرف كل الايتمز بتاعت الايه الساين والسيمتوم بتاع المرض ده. يعني مش هينفع اسيب حاجه فيها يعني. طيب البايوكيمستري بقى المحتوى بتاعها مش كله بتذاكر، بمعنى يعني او بشكل اوضح، يعني في معلومات كتير جدا بتبقى موجوده في الشابتر عشان افهم المعلومات اللي جايه بعد كده. زي ما احنا مثلا قلنا في الموليكولر بيولوجي، هو بيبدا خالص من البدايه من اول الامينو اسيد، من اول البيز بير والبيورين والبيرميدين والبيزس اصلا بتاعت الاستراكشر بتاعت الدي ان ايه والهيليكس والار ان ايه، فاهميني؟ يعني معلومات لحد ما بيزك خالص، بس هو لازم يوضح المعلومات ديت عشان اوصل في اخر الشابتر لحاجه يعني لحد ما معقده شويه. ما اجي اتكلم عن الساوثرن بلوت والويسترن بلوت، يعني الموليكولر تكنيكس اللي انا بستخدمها لتشخيص مجموعه من الامراض. فبالتالي في اجزاء كتير جدا هي مذكوره عشان توضح اجزاء بعدها، بس ده مش معناه ان انا ممكن ما اتسال فيها في الامتحان. يعني الى حد ما المعلومات البيزك ازيد من لازم ديت مش بيبقى عليها فوكس قوي في الامتحان. فطبعا ده يجيبنا للسؤال اللي بعد كده، اذاكر البايوكيمستري ازاي؟ يعني البايوكيمستري مش من المواد اللي تقدر تعتمد فيها على نفسك يعني في المذاكره. في مواد انا ممكن يعني احاول فيها كده واجيب جزء كبير جدا فيها بالفهم، زي مثلا حاجات في الباثولوجي، حاجات في الفارماكولوجي، حاجات في المايكرو، لكن البايوكيمستري بالذات ماده محتاج ان انت تفهمها.
فبالتالي قبل ما تبدا في البايوكيمستري محتاج ان انت تكون بتشوف فيديوهات ليها او مثلا انت في كورس بيشرح الماده دي. يعني ابدا اذاكر بايوكيمستري ازاي بالنسبه للناس اللي بتذاكر يو اس ام ال؟ زي ما قلنا كتاب كابلان يعتبر اهم كتاب يعني على الاطلاق في البايوكيمستري. يعني احنا قلنا بعض الحاجات يعني الحاجات اللي تؤخذ عليه، ولكن طبعا هو ليه مميزات كتيره جدا، من ضمنها ان هو السورس الوحيد اللي جايب كل المعلومات الخاصه بالبايوكيمستري اللي انا محتاجها للامتحان. يعني مغطي البايوكيمستري بشكل كويس جدا. طبعا البايوكيمستري في كتاب الفيرست ايد من الاماكن الضعيفه جدا موجوده بشكل مختصر. يعني لو جينا نعمل مقارنه ما بين الاثنين يعني ما فيش اصلا وجه مقارنه، دي كميه قليله جدا في كتاب الفيرست ايد. فطبعا الكتاب ده مميزاته مهمه جدا، كمان في دياجرامات وجداول بتسهل المذاكره بشكل كويس. طيب اذاكر الماده ازاي؟ اول حاجه انا محتاج ان انا اقرا الماده قراءه سريعه كده، يعني حتى على الاقل شابتر شابتر او بارت بارت. يعني لو انا هبدا في الموليكولر بيولوجي المفروض ان انا اقراها بشكل سريع. طبعا انا ممكن افهم حوالي 40-50% من الماده، ولكن 50% الباقيه هتيجي من الفيديوهات، وهتيجي من الكورس لو انا كنت في كورس معين. برضو من مميزات كابلان سيريس ان هي ليها فيديوهات سواء اصلا في الكورس الاونلاين الخاص بيهم، او يعني ساعات بيبقى موجود منها نسخ اوفلاين اصلا يعني. فدي نقطه مهمه. اذا انا خلصت الجزء زي الموليكولر مثلا او الجيناتكس او غيره، فبعد ما بعد ما قراته من الكتاب اول مره هبدا اشوف الفيديوهات الخاصه بيه. اثناء طبعا ما انا بشوف الفيديوهات او اثناء ما انا بتابع من الكورس في زيادات بتتحط في الكتاب، دي نقطة. ونقطة تانية كمان في يعني أجزاء بقى، يعني لو أنت في كورس المفروض أن الكورس بيوضح أن الأجزاء ديت بس just for science not for score، يعني هي دي مش هتسأل فيها في الامتحان. فدي نقطة مهمة جدا. أنا بركز على الحتة دي ليه؟ لأن في شابترز كتير جدا في الكتاب يعني ممكن تتلخص في صفحات، ولكن هي موجودة مثلا في 20 صفحة في 30 صفحة. هي ممكن يعني مثلا أجزاء في الموليكولر بيولوجي يعني هي ممكن تتلخص في صفحتين ثلاثة شابتر كامل يعني، لكن هي مفروده في جزء كبير جدا. خلاص انا سمعت الشرح الخاص بالكتاب، هبدا اذاكر بقى الكتاب بشكل اوضح. يعني البايوكيمستري او كابلان بوك من الحاجات اللي ممكن تكمل معايا لقبل الامتحان بتاعي، يعني لان احنا قلنا الجزء ده في كتاب الفيرست ايد ضعيف، فانا ممكن اعتمد عليها لحد وقت قريب جدا من الامتحان، لحد ما انا احس ان خلاص الماده بقت واضحه بالنسبه لي يعني. فبرضو ده ينقلنا للنقطة اللي بعد كده، يعني ايه الحاجات اللي انا محتاجها في البايوكيمستري الامتحان؟ هل انا بتسأل في الامتحان على كل اجزاء البايوكيمستري؟ خلينا اوضح معلومة الاول. لو جينا نقارن مادة الباثولوجي بمادة البايوكيمستري من حيث عدد الصفحات، يعني مثلا احنا اتكلمنا عن كتاب باصومة وعملنا له ريفيو، نقدر نشوف من الفيديو اللي فوق ده. الكتاب صفحاته حوالي 205 صفحه يعني او 200 صفحه تقريبا، لكن في كابلان لا، ده كميه كبيره جدا ممكن تكون ضعف كميه الباثولوجي. فزي ما احنا قلنا من شويه ان مش كل المعلومات اللي موجوده في الكتاب بتتسال في الامتحان او انا بحفظها، لا. لكن طبعا كتاب باصومه كل المعلومات ديت وارد جدا ان هي تتسال في الامتحان. طيب النقطة الثانية ان يعني هي لا تقاس بالكمية، يعني انا مش معنى ان الكتاب ده حجمه كبير ان وجوده في الامتحان هيبقى كتير، لا، البايوكيمستري وجوده في الامتحان مش كبير قوي. ولحسن الحظ وجود البايوكيمستري في الامتحان الى حد ما يعني كلينيكال بيزد، بمعنى ان انا مش بتسأل فيها بيزك في الامتحان، انا بعد كل شابتر كده بلاقي في حاجات بتربط البايوكيمستري بالباثولوجي. زي مثلا لو انا بتكلم في الميتابوليزم، فانا عندي مثلا انزيماتيك ديفيشنسي في باسوي معين زي الجلايكولوزيس او الليبيد ميتابوليزم. الانزيماتيك ديفيشنسيز دي مهمه جدا، مهمه للغايه. كل الجداول بتاعه الامراض اللي موجوده في كتاب كابلان او موجوده في الفيرست ايد يعني بيج تايب اي بلس، يعني لازم تتسال فيها في الامتحان، فاهمني؟ فدي طبعا الى حد ما كميتها تعتبر قليله مقارنه بحجم الكتاب. برضو عندي مثلا في الموليكولر بيولوجي يعني الجزء الاخير اللي هو الخاص بالموليكولر اناليسيس، الويسترن بلوت والساوثرن بلوت والالايسا والكلام ده، دي بتتسال في الامتحان بشكل تفصيلي، فاهمني؟ يعني هو ممكن يسيب البارتس او الجزء بتاع الموليكولر كله ويجي يسال في الجزء ده، لان ده
اصلا الكلينيكال ابلكيشن بتاع الموليكولار بيولوجي. برضو جزء الجينيتكس، يعني الجينيتكس من الاسئله من الحاجات اللي بتسال في الامتحان بشكل كبير، يعني ممكن معظم اجزاء الجينيتكس تسال في الامتحان. وبرضو ربط الجينيتكس بالباثولوجي مهم جدا ويتسال في الامتحان. فبالتالي انا محتاج ان انا افهم الاجزاء اللي انا هتسال فيها في الامتحان واذاكرها كويس. طبعا انا لازم اذاكر البايوكيمستري كلها يعني ككل عشان افهمها، ولكن انا بتكلم على يعني ايه في الفتره اللي انت خلاص فيها هتدخل الامتحان شهرين ثلاثه قبل الامتحان، فبتبقى محتاج انت تفوكس على النقط المهمه. طب انا اصلا هعرف الاجزاء دي منين لو انا اصلا مش في كورس او كده؟ انا لو بحل اليو اس ام ال وورلد زي ما احنا قلنا قبل كده مثلا مع الفيرست ايد، ففي مواضيع في اليو اس ام ال وورلد يعني هي دي المواضيع اللي انا محتاجها للامتحان، فبالتالي هي دي المواضيع اللي انا هبدا اعمل عليها ايه فوكس وانا بذاكر. يعني برضو في نقطه عايز انوه عليها، يعني احنا مش محتاجين ان احنا نحط زيادات من كابلا في الفيرست ايد، لان احنا لو عملنا الامر بالشكل ده يعني تقريبا هننقل كابلا بشكل كلي في كتاب الفيرست ايد. فيعني احنا قلنا قبل كده ان احنا بنزود من اليو اس ام ال وورلد في الفيرست ايد مش من اي مصدر اخر يعني. فده يعني جزء البايوكيمستري اللي انا محتاجه للامتحان. لكن طبعا زي ما احنا قلنا برضو في معلومات كتيره جدا موجوده في الكتاب جاست فور ساينس. يعني في النهايه يعني ماده البايوكيمستري ماده لطيفه في اليو اس ام ال، يعني الناس مش بتشتكي منها كتير قوي في الامتحان زي ما يعني بنشتكي منها في الكليه. اسئلتها لحد ما كلينيكالي ابلايد، او اسئلتها لحد ما يعني تعتبر يعني هي باثولوجي اكتر من كونها بايوكيمستري. يعني لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشيروه مع زمايلكم عشان يستفادوا، وانتظرونا في الفيديوهات الجايه.